بيقول هل صغر النفس خطية وما أسباب صغر النفس وما العلاج؟ بدل ما أقول صغر النفس خطية أقول صغر النفس عبارة عن نقص في الإنسان. الإنسان بيكون عنده نقائص وعيوب غير الخطايا، فدي نوع من النقص، النقص في الإنسان. صغر النفس يعني يلاقي نفسه غير قادرة إنها تعمل حاجة، شعر بحقارة نفسه وعدم قدرته على أي شيء. علاج صغر النفس هو بالرجاء في قوة الله التي تكون معه. زي إنسان يكون ضعيف لكن يقول قوة الله التي معي ممكن إنها تساعدني وتعيني وتخليني أعرف أعمل كل حاجة. لكن الإنسان الصغير النفس ساعات بيكون في حالة يأس وفي حالة إحباط وفي حالة عدم ثقة بأنه يعمل أي حاجة. بولس الرسول بيقول حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي. يعني لما تشعر بضعف نفسك قل أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. قول كل شيء مستطاع للمؤمن. قول إن كنت أنا ما أقدرش لكن ربنا يقدر. زي ما قيل إن ربنا قادر أن يحارب بالكثير وبالقليل. يعني داود النبي لم يشعر بصغر نفس أمام جوليات الجبار، مش غرور منه بقوته، لا، إنما اعتماد على قوة الله. قال له اليوم يحبسك الرب في يدي، يعني هو ربنا هو اللي هيعمل كده. انت تأتيني بسيف ورمح وانا أتيك بقوة رب الجنود. يعني مع انه فتى ضعيف لكن بيستخدم قوة ربنا في انها تسنده. أسباب صغر النفس كثيرة، جايز ترجع لطبع الإنسان، جايز ترجع لطريقة تربيته، جايز ترجع إلى فهمه الخاطئ لبعض الروحيات إلى آخره. فإذا كان عندك صغر نفس حاول انك انت تعالجه بالايمان بقوة ربنا، وايضا بانك انت تدرب نفسك على اشياء صغيرة، فاذا نجحت فيها تمرر التدريب الى اشياء اكبر، وبالتدريج تجد انك انت استطعت ان تعمل شيئا بنعمة ربنا العاملة معك.